السلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي تبع فينا في أولاد الكوجينة سبيسيال رمضان. رجعنا لكم توا بتبرة هيلة برشا برشا مع شيف بليغ. شيف شنحوالك؟ شنحوالك إيمان لاباس؟ سافا؟ في فورمة اليوم؟ في فورمة. سي بون تنقصت شوية من البوا في رمضان ولا كيفاش؟ والله سافا البوا ننقصوا تعرف سيام وكل اون برانسيب توا خير شوية تعديت البريود الأولى الجمعة الأولى نتاع رمضان استانسنا بشوي بشوي. الناس الكل شايف يظل في رمضان يشيخوا بها الحكاية نتاع اللي يحب ينقص اللي يحب يعمل يبدا في ريجيم اللي يحب يعمل شوية سبور بعد تقن فطر شوية مارش والكل يظل الناس الكل توا هذه هي الفرصة. هذاك علاش نحن ديما نحاولوا باش نعطيو دي روسيت صحيين تعرف رمضان صيام وكل نحاولوا ديما نعطيو دي روسيت باهين وفيهم دي زانغريديون فيهم فيتامينات ودي فيبر وكل. اي سورتو شيف يظهر لي الناس توا في ديارها ماهيش لاقيه برشا دبارات نتاع شهر رمضان الكل، هذاك علاش احنا موجودين باش ندبروا عليكم الدباره نتاع رمضان. وشيف كنت قلنا شنو محضر لنا من اليوم؟ اليوم عندنا الطبق الرئيسي اللي هو غراتان دوبرجين. اي. وعندنا شوربه سوب بالحوت سبارس. اي. اوكي وعندنا الديسير نتاعنا تيبيك برشا ومحبوب عند التوانسه اللي هو فوي دو بريك بالكريمه. الكريمه البريك الحلوه هذايا شيف ما تحلى السهريه كامله. ما تحلى بالسهريه كامله. شنو باش نبداو شيف؟ اول حاجه باش نبداو باللوبيرجين. عندنا البوال دوبل كوفيركل نتاع او ام اس اللي باش نشويو فيها لوبيرجين. قبل ما نشويوه لازمنا ناخذوا لوبيرجين نفوحوه وحده. ناخذوا شويه زيت. دونك شيف معناتها زيت نحطوه ابار ديما قبل ما نحطوه فوالا. اوكي. دونك شويه ملح ديما نوصيو شايف اللي تبعوا فينا ما تكثروش من الملح ما تكثروش من الملح تجيكم نقصه شويه ملح خير من اللي تجيكم ملحه برشا. بالنسبه للوبيرجين هو ليغوم ماهوش ليغوم دور دونك يسيب الماء نتاعو ما نستحقوش باش نفوحوه برشا. دونك شايف شنو حاطين الفحال نتاعنا؟ دونك ملح وفلفل اكحل باش نحاولوا نخلطهم باش يدخل الفاح بالكدا في الاوبرجين. داكور. اون ميم طون انت حلي الغاز ايمان. بيان سور شيف نحلك البوال نتاعنا بيان سور نتاع او ام اس اللي بالحق شيف معناتها في سورتو في الحكايات نتاع حاجه مشويه أي. دي بريفيرونس تستعمل البوال نتاعها باش هكاكا تجيك الشيف حتى اباغ الجو نتاع المطعم نتاع الحاجه مشويه اباغ زاد شنو تتسمى شيف كي تبدا هذايا الجريات. الحاجه الباهيه في البوال دوبل كوفيركل هذا اللي هي فيها دو بوال تنجم تستعملهم اون ميم طون لي دو فرد وقت داكور هكاك تربحنا وقت وكونتيتي زاده فوالا. دونك تويك باش نزيتوا شويه الجريات نتاعنا وكما قلت لك ايمان الحاجه الباهيه في او ام اس اللي هي انتي اديزيف دونك الماكله ما نخافوش عليها تعرف رمضان نسها وكل ما تشدش فما يعني الكاليتي اون بيير دو غرانيت اللي هي توا لا توندونس في العالم في المعون. دونك نحطوا تويك لوبرجين نتاعنا يتشوي. سورتو شيف توا ماك تعرف نسى الكل ليه توا بالصغار ما فماش قرايه الناس الكل ملمومه في الدار دونك الواحد قداش منه باش يتذكر الماكله فوق الغاز باش يحط الطاوله باش يحط العشاء يتلهي بالصغار يقريهم دونك هنا لنا نعاونوها في الحكايه. دونك نسكروا البوال نتاعنا تويكا نخليوه يتشوي من بعد باش نقلبوه سله 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 سله. داكوغ وشنو باش نسحقوا اخر شيء؟ اون ميم طون باش ناخذوا الرمكه نتاعنا اللي باش نحطوا فيها للغراتان هذايا اللي هي نتاع هميله. داكوغ. باهي. دونك اول حاجه ناخذوا سالاديي باش نعمل الموس نتاعي. شنو هي الموس هذايا؟ الموس فيه اول حاجه ريقوطة قيصر. اللي شايف يظهر لي ما تغيب الجمله على التويجن الكل. على التويجن نتاعنا. الكوفيرتور نتاعها تخي فاسيل. هكاكا شايف ديجا عملت لنا ريغوتا قيصر الختام نتاعها باش هكاكا نستعملوا الكونتيتي اللي باش نستحقوها ومن بعد نعاودوا نكونسيرفيو الباقي في الفريجيدير. دونك ايمان تويكا باش نحط شويه كريم فريش ديليس. داكوغ. اللي هي نذكروا سيد المشاهدين تخدم حار وحلو وميم طون شو فروا. برشا شايف. باهي باش نحطوا شويه كريم فريش. باش يجي الكراتان نتاعنا طري. في نفس الوقت نتفقدوا الكراتان نتاعنا. ديجا شيف بديت نحس في الريحه نتاع الباذنجان تطلع. اي. بالغرياد كهو. فوالا تشوف الكادراج نتاعها.
بيان غريي ما تستحقش حتى حاجه اخرى. من بعد مع الموز دو فروماج تسيب جو اخر. ديجا شايف يظهر لي هكا القاعد المنفعه نتاعها بيان سور. اي فوالا ديما نهربوا على حاجات مقليه، نعملوا حاجات مشويه، حاجات في الفور. احنا شايف ديجا بقدره ربي في معناتها طيله شهر رمضان الكل، قدره ربي باش نحاولوا نوعوا لو ماكسيموم في لي غوسيت باش يتبعونا يتبعوهم بيان سور. باش نستعمل زاد بريزيدون سبيسيال تاجين. اللي ما يغيبش بيان سور. اللي ما يغيبش على الطاجين. ونشخشخوها شايف كالعاده بالجبنات. وانا شايف يظهر لي ساي سنس وباي الناس الكل انا مغرومه بالجبنات وبالحار خاطر هذيك اللي بنن الماكله سيغتو. باش ناخذوا فروماج قيصر سبيسيال سي ان برودوي جديد اللي هو ايمونتال ايغودا او ميم طون ورابي زيد. دونك شايف يظهر لي احنا استانسنا بالفورما الاخرى اللي ديما نقصوها اون كوب في الطويجن نتاعنا. اليوم قيصر ودنا بحاجه ياسر بنينه برشا برشا، سيغتو شايف تخمم في الجماعه اللي تحب الجوده وجماعه اللي تحب لي دام. دونك عمل لهم الزوز جبن غابي بشكيكه اسهل برشا في الطويجن والا حتى في الليبات، دونك حاجه دلوله برشا وننصح بها اللي يتبعوا فينا الكل. او ميم طون اعطيني شويه كريم سوبيريور ديليس. داكور. ليكيد بيان سور. دونك شايف هكاكا باش التكستور نتاعنا تجي بيان سور هكا. باش تولي باش تولي عندنا كريمه، دونك موس كريمو. نزيد انا شايف. اي. هكا سافا. زيد شويه. وتوا باش تعاوني باش تخلط معايا الفارس. فوالا. وبيان سور شايف ديجا ديليس دلتنا بالكريم ليكيد نتاعها شايف. اللي ديجا شايف بالخطا نتاعها، دونك كالعاده نجمو نكونسيرفيوها، ما نقولوش باش نستعملوها مره ومن بعد باش تتلوح، لا معناتها نجمو نكونسيرفيوها نستعملوها ونغطيوها من بعد ونحطوها في الفريجيدير. باهي، تجي تعاوني ايمان على الموز دو فروماج نتاعنا او ميم طون انا. كمل. شايف ديما راه تعطي فيا في المهمات الساهلين برشا، راه نحب حاجه صعيبه المره الجايه. هكاكا باش تشوف قدراتي توا احنا تعدينا تبارك الله قداش من حلقه لازمنا نوريو الناس اللي انا زاد تعلمت راهو في الكوجينه. انا دايوغ ديما نحاول نروح ديما نحاول نجربهم لي غوسيت باش هكاكا الواحد بالحق كي يطبخ شاف الغوسيت ولا يطيبها وحده حاجه اخرى تعطي يولي يعرف اغلاطه وين ويصلحهم وبيان سور باش تطلع له زاد الماكله بينا ما فيها بيس. كيما شفت ايمان ما لصقش لوبرجين وهذه الحاجه الباهيه في الجرانيت. فوالا. يعطيك الصحة شيف. دونك شيف الكريم تاعنا يظهر لي الفار سايب. سي بون. باهي دونك أول حاجة باش نحطوا شوية موس دو فروماج. اوكي. داكور. نجيو نحطوا الباذنجان تاعنا. دونك نعملوا إيتاج معناتها الباذنجان. إيتاج فوالا. دونك إيتاج باغ إيتاج، أون ديغي نعملوا في لازانيا. فوالا. ايتاج صوص فروماج، ايتاج باذنجان. كان تنجم تعطيني البرودوي جديد نتاع قيصر اللي هو ايمونتال وغودا او ميم طون. والغابي هكاكا شايف اللي حتى انا باش نجي نقول لك ناقص ايتاج نتاع جبن. فوالا. دونك جبن هذايا فوندون يعطينا الجو اللي نلوجوا عليه. ونزيدوا ايتاج الاخر نتاع الصوص فروماج نتاعنا. فوالا. هكاكا شايف يظهر لي بالحق الباذنجان برشا عباد تحير في لي غوسيت اللي تنجم تطيبها بيه، دونك هنا ان شاء الله احنا اليوم شايف اعطيناهم غوسيت سهله برشا وينجموا يعملوها. نتصور لي زانغريديون موجودين في الدار، ما عليكم كان تمشيو تجربوها وحتى كان خلطوا علينا توا توا وتحبوا تحضروا على ولا تعرفوا الغوسيت نتاع الطاجين بالباذنجان، ما عليكم كان تمشيو للباج فيسبوك نتاع التاسعه ولا الشين يوتيوب التاسعه وتشوفوا الغوسيت هذيا كيما تنجموا تلقاو لي غوسيت اللي فاتوكم الكل. شايف شنو قعد لنا توا؟ باش نزيد الفروماج نتاع قيصر اللمسه السحريه باش هكاكا يجينا الطاجين نتاعنا كاراميليزي. اي وبريون زاد من الفوق. دونك اون برانسيب الكراتان نتاعنا اليوم اكمل باش نحطوه في الفور، نسخنوا الفور ديما 200 درجة ونهبطوه لل 160 باش تعرفوا اللي الباذنجان نتاعنا تاع
طايب ومفوح دونك جوست نكبسوا الموس دو فرماج نتاعنا ونرجعوا. قداش شيف ا ببري وقت؟ ا ببري 15 مينوت. دونك 15 مينوت على 160 درجة هكاك الطاجين الباذنجان نتاعنا يكون حاضر. وبيان سور احنا ما عندناش اليوم في الدبارة كان طاجين باذنجان، عندنا زادة حاجة أخرى وبينة برشا برشا فنحضر لكم السوب البينة برشا وبالصبارس زادة. شيف باش تقول لي شنو باش نستحقوا اليوم للسوب نتاعنا؟ باهي، اليوم عندنا حوت سبيسيال شوية وخاصة للصفاقسية والقراقنية. ديما سبارس دو بريفيرونس نفوحوه من الاول باش يشرب اكثر اوفا. احنا شايف شويه ملح دونك شو نحطوا لها شويه ملح شويه فلفل اكحل. ديما شايف الحوت معناتها نقولوا للناس الكل معناتها مش برشا فحار فوالا باش ما نقتلوش ريحه الحوت. داكوغ باش يفوح لنا بالباهي السوق. شوية بركة كمون. فوالا. داكوغ. نحطوا له شوية زيت. ونخليوه على جنب باش يشرب الفيح نتاعو. داكوغ، دونك شيف نخليو الحوتات نتاعنا على جنب باش يشربوا الزيت والفحات نتاعهم. اونتخ تون احنا زاد نحضروا لي زانغريديون نتاعنا باش نطيبوا البلا نتاعنا. اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد، اشهار صغير ونرجعوا لكم في اولاد الكوجينه.